أول مصممة أحذية سعودية وأول مصممة تطلق مجموعتها في أسبوع الموضة في لندن لعام 2020. خلونا طبعا نبغى نشوف كثير من الصور والإنجازات اللي هي سوتها. بداية الأحذية هي عالم جذاب تدخله المرأة منذ نعومة أظافرها، ومع كل عام جديد تطلق في عالم الموضة مجموعة جديدة من التصاميم أكيد يبدع فيها المصممون لتتناسب مع مختلف المناسبات والفئات العمرية. وبرز من خلال هؤلاء المصممين أول مصممة أحذية سعودية، كما أنها أول مصممة تطلق مجموعتها في أسبوع الموضة زي ما قلت لكم في لندن لعام 2020. خلونا مشاهدينا ما أكثر عليكم الكلام ونرحب بضيفتنا المصممة لولو الحسن. أهلا وسهلا فيك لولو. أهلا فيك. نورتينا. تسلمي. عجبتك المقدمة؟ والله جميلة وطويلة. كده اديتك راحتك كده في التقديم، تشوفي كيف احنا يعني اكيد نبغى نبرز اعمالك ونبغى نتكلم اكثر. بصراحه مشاركتك في اسبوع الموضه في لندن هذا عالم اخر مختلف تماما. لكن خلينا نقول صدق، واحنا صغار نحب نلبس الهيلز حق مامتنا لو فاكرين، يعني هذا حقيقي صحيح. إيه؟ يعني كنا هناك عموما بالضبط. ويمكن حتى اولادنا نفس بناتنا نفس الشيء. يعني ايش سر تعلق البنت بالهيلز او بالشوز بشكل عام، عالم الاحذيه؟ شوفي، الهيلز عموما والاحذيه جزء من انوثه البنت، فخلينا نقول الهيلز تحديدا يعطيها احساس ان هي فيميلز فيمينين. صح. فمن صغر هذا شيء فطري، من صغرها بتحس انه شكلها حلو ريليتد للباربيز. الصوت كان يعجبنا، الصوت كل حاجه اراوند ات، عارفه؟ فاحنا في مخنا شايفينها زي اللعبه، وفي نفس الوقت سمثينج ذات ميكس يو او يخليك تحس انك انت فيميلز فيمينين. ايوه صح. طيب بما انه هالمجال هذا جديد على شابه سعوديه ويعني تونا داخلين فيه او تونا بادين فيه، ابغى اعرف ايش الصعوبات اللي واجهتيها او اذا كانت في صعوبات واجهتيها، خاصه احنا نعرف انه الاحذيه عالم. انا اعشق شيء اسمه والله ما تتخيلين كيف مجنونه بالشيء هذا. فاللي احتاجه اعرف كمان الاشياء، الخامات، الجلود، التصنيع، كلها ممكن تكون في عوائق او اشياء واجهتك خلال مسيرتك. من الاشياء اللي خليني اقول كانت صعبه زي ما انت ذكرتي انه انا من الاوائل، ما ابغى اقول الاولى، لا في كان اكيد قبلي ناس بس يمكن ما استمروا، فما لقيت خط انا ممكن اتعلم من اخطائهم او ايوه امشي عليه او اعرف بالضبط ايش الاتجاه اللي انا اقدر اخذه يوفر علي وقت في الخطا، عرفتي؟ فاضطريت ان انا اخذ الطريق كامل لحالي، ابتداء من انا يعني من دراستي لاختيار المدرسه الافضل لدراسه التصميم الى اني انا اشوف كيف ممكن اصنع هذا التصميم، ايش الافضل، هل هي الجلود الطبيعيه الصناعيه، ايش الفرق بينهم، ايش السوق يحتاج. كل هذه كمان كانت من الاشياء اللي خلتني افهم الاندستري طبعا اكثر، وافهم المجتمع اكثر واحتياجاتنا احنا كعرب عموما في مجال الاحذيه. وكان صعوبه انك انت تكتشفي، تحاولي تدوري اكثر وتكتشفي طبعا. صح. هذا الموضوع. المراه السعوديه صعبه صراحه، صعبه وكمان حاجه صعبه تلاقيني. الله يعينك. هي صعبه حاجه كيف تقدر ترضي الاذواق في السوق السعودي؟ ما شاء الله الحين صاروا كلهم مطلعين، بس حد يبغى لها قاعده اجلس وخذي راحتك. يعني في السوق السعودي او خلينا نتكلم عن المجتمع السعودي الان، اصبح الجميع مطلع، اصبح الجميع عنده وعي، عنده درايه، عارفين ايش يبغوا بالضبط والتفاصيل. صحيح. بيشوفوا اشياء اوروبيه، بيشوفوا كيف تقدر تنافسي كلول الحسن مصممه الاحذيه السعوديه السوق المتعارف عليه، ايش رايك؟ الابتكار اتوقع هو الطريق. أوكي. والسلاسه والسمبلسيتي، يعني البساطه في التصميم. ساعات الواحد يتوقع انه لازم يختلق شيء ما صار ولا قبل كذا كان علشان يبيع او يتميز، وهذا هو يكون ممكن سبب انه فشله بيسكلي. فانك انت تاخذي جزء من اللي اوريدي موجود وتظبطيه وتعرفي كيف، كل احد يقدر يسوي شيء زي كذا بالضبط، بس تعرفي كيف تنسق الالوان. شوفي، هي عالم الاحذيه عالم مش بس تصميم، هو جزء منه كثير عملي، عارفه؟ بالضبط. وتكنيكال. صحيح. فانت لازم تفهمي الرجول كمان، الاناتومي تبعتها، انواع البلد والكلتشرز، طبيعه المشي هنا، الاماكن اللي هتروحيها.
صح ولا لا؟ أعتقد هذا كمان يحتاج إنه بس كمان الرجول، هل إحنا شعب أغلبنا رجولها عريضة كبيرة صغيرة؟ لا إحنا مو أوروبية يعني، مش رجل السندريلا هتلاقيها بس هنا. مثلا عندك لندن من أكثر البلدان اللي رجولهم تناسب رجول السعوديين، والله لأنهم عريضين شوية. فلما تبي تعملي شوز او تفكري تصنعي مثلا، انت تفكري ممكن تاخذي قوالب من عندهم عكس الصين. ايش عرفك يعني ممكن تعملي دراسه على رجول السلول عشان انت مصممه احذيه؟ طبعا. واو. مش لازم بس انا حبيت اخذ هذا الاكسترا. برافو عليكي. ايوه يعني صح، عشان برافو. فعلا افهم الاحتياجات، افهم الاذواق، افهم صح. انا اقول لك انت يناسبك كذا وما يناسبك كذا، لانه كل رجول زي الموديل، كل رجول يناسبها زي الجسم يعني، يناسبه لبس معين، قصة معينة، طريقة معينة. شو الحمد لله اني اعرف وش يناسبني يا لولو، ولا كان كان راح كم مقاسك؟ انا 8. نتفاهم بعدين. اوكي. عموما يعني المرأة السعودية مرة صعب انه انت ترضينها، ومرة يعني رجعت للسؤال مرة مرة صعب انه هي تقبل في اي حاجة، ومرة صعب اختيارها جدا جدا صعب، لانها ذويقة، لأنها تعرف وش تلبس. صح. فعليا تعرف وش تلبس، مو صارت عبير من أول، تعرف وش تلبس، تعرف إيش إيش الأشياء. الوضع اللي إحنا فيه رندا أعتقد إنه صار عندنا اطلاع. والله يا عبير ما كان يفرق، لكن ممكن مع السوشيال ميديا تقصدين. أيوة الأشياء. هذا قصدي أنا. إيه. زاد اطلاعها على بالزبط. الأشياء اللي موجودة بالأسواق العالمية. بس أبغى أعرف كيف كانت ردة الفعل والإقبال بعد إطلاق مجموعتك الجديدة. صراحة ما توقعت ردة الفعل اللي صارت في لندن وقت الشو نفسه. يعني حبيت الدعم، حبيت أنه الناس كثير انبسطوا أنه هذا مجال جديد صحيح. داخل عليهم في بنات كثير حابين يتعلموا، وهنا هذه كمان كانت بالنسبة لي دفعة أن أنا أعمل ووركشوبس أو عملت مع واحد في جدة كان الأول في المملكة كشو ديزايننج كورسز، الآن أطلع أن أنا أعمل في الرياض وفي الخليج. الحمد لله it was a success يعني. برافو كان ناجح ما شاء الحمد الله. الله طب انا كده لمحت كده على الشاشه انه احنا جلسنا نعرض بعض الكوليكشن اللي ممكن تكون لولو سوتها وهذه منها. لولو انا ابغاك تكلمينا عن الالهام، من فين بتستوحي اغلب هذه انت لابستها؟ انا انتبهت لها. هذه ديانا. هذه اسمها ديانا. يس. اوكي ليه؟ ليه اخترتي هذا الاسم؟ حكيت قصتها مره في انستغرام. الزهري. كنت بنقل من بيتي في دبي على على جده، وكانت بالنسبه لي طبعا مومنت شويه صعبه. اكيد طبعا الانتقال. كان عندي فستان اخذته مره من لندن من واحد من البوتيكات، واللي بعتني الفستان قالت لي ترى هذا الفستان كان الاميره ديانا. اوه طبعا هي كذابة. اوكي. بس شافتني مرة حبته وما يعرف ومحتارة أخذه. حاولت تحمسك أكثر. قلت لي it was owned by Princess Diana. قلت لها اوكي I'll take it. كان في نفس القصة حقت الفان هذه الذهبية اللي موجودة على الشوز. ففي طرف الشنطة أنا خلاص يعني عمال بيشيلوا العفش وكل شيء. في طرف الشنطة كان طالع القطعة دي وهي مقفلة أوريدي، فقعدت زعلان اني ناقله وقاعده اشوفه خايفه انه فستاني ينقطع وماني عارفه. كنت وزمود اند اي واز سكتشين، كان جنبي دائما السكتش بوك، فاي سكتشت ات وسميتها ديانا فطلعت بهذه الطريقه. لفلي لفلي طبعا. بس مش بس ديانا يعني احنا شفنا كثير صراحه كل من الكوليكشن كثير انواع، خلينا نتكلم سواء كان فلات او هيلز. ايش تحبي انت اصلا تصممي اكثر؟ شكلك هيلز صح؟ هيلز. في على طار الهيلز انه في مقاسات، ففي مقاسات في العلو. اي بالعلو. فالبعض يحب المرتفع. فهل انت تختارين الاشياء اللي ترضي الكل؟ طبعا البعض اللي هو انا ما راح احب المرتفع. بس حبيها ببلاتفورم ولا بدون؟ لا بدون. بدون فلاتون بلاتفورم. طب هل تعرفي ايش اكثر ارتفاع انت ممكن تستحملي ممكن ولا 22 انش؟ اي اوكي جود. لا مو قد يخوف. لا ما بشوف انا نسيت وانا كذا 22 يعني الآن. انا ابغى اصير امشي وراها اوقات. على فكره الكعوب حسب ما تعودي جسمك. يعني وقت الكوارنتين او وقت الحجر كنت بقول لمتابعيني انه حاولي تلبسي كعب لو مره في الاسبوع، لانه الرجول تفرد اذا ما لبستي الكعب ترجع تفرش، وما عاد ترجعي تقدري تتحملي الكعب زي ما انت كنتي اول. ما له علاقه لا بالعمر صحيح. ولا بالصحه صحيح. ولا بشيء، هو له علاقه
بجسمك كيف انت تعوديه وكيف يتقبل الكعب اللي انت لابسته، لانه انا الان لما البس فلات امشي كذا، فعليا امشي كذا، ما اعرف امشي بفلات. بالفلات ايه. وتشوفي ليديز اعمارهم ما شاء الله يعني في الفيفتيز والسيكستيز وبيلبسوا هيل كثير انيقات. أيوه. كثير انيقه المراه. هو ما له علاقه معتقد كبرتي، لا خلاص من لا عود لازم حتى لو الكعب هذا البسيط يغير كيف مشيتك كيف طلتك. انا احب، لكن لو نحكي شوي عن تصاميمك، كيف الخطوات اللي انت بدأتيها؟ كان عندي موهبة الرسم شوي من البداية من وانا صغيرة، فهذا مرة كثير ساعدني وقت الكورس لما كنت في ايطاليا. مدرسيني طبعا حمسوني في اني اعرف احط الافكار بطريقة كمان صحيحة. جميل. وهذا طبعا من الاشياء اللي كانت اول خطوة ممكن تسويها، لانه كأي مصمم اذا ما عرف يحط الفكرة على ورق بطريقة واضحة فما حتعرفي توصليها للبرودكشن للناس اللي بتصنع. احنا بنعرض سكتشات دحين ليك يا لولو. في اشياء يعني هنا من رمضان استوحيت مثلا كذا هذه الرسمة. صح هي واضحة انه رمضان لانه في فانوس. صح. ونجمة كمان قبل شوية كان في زي ستارة لولو ستارة يعني هذه. اوكي سؤال، انت لما بترسميها على سكتش مثلا الستاره دي حبيت تطبقيها فعلا في الحقيقه؟ شوفي هذه تعتبر كونسبت ديزاينز، يعني انت تعمليها عشان تكون زي التحفه تنحط بالضبط، بس مو عشان تلبسيها، ولكن الكونسبت ديزاينز بس جميله تقدري تاخذي منها قطع يعني بيسز. لو تشوفي الابر فرونت اللي هي زي كانها كوشن للكنبه، هذه انت ممكن ايوه هذه تطبق. حلو، فهذا فكرة كونسبت ديزاين. وممكن كمان من الكونسبت ديزاينز ناخذ مثلا التصميم هذا حق الهيلز نفسه على تصميم اخر تلعبي فيه، تقدري تلعبي فيه. ممتاز. والله لو كان عندي لبسته والله ايوه تلبس. احب الاشياء اللي كذا شوي حقيقة بديت احس اني انا اميل للكونسبت ديزاين كثير، احب الأشياء الغريبة الفانكي أكثر، وإن شاء الله جاية في الطريق، بس خلينا شوية لا مو شوية مستنينك. يلا تنفيذها صعب، تنفيذها جدا صعب. إن شاء الله لما السعودية تدعمنا وتعمل لنا مصانع للأحذية بإذن الله وللجلود ويكون مجال قريب علينا إحنا بدل السفر. أيوة. نبدأ بإذن الله بإذن الله. بعدين السفر يعلمنا يعني مش شيء بالعكس مش شيء سلبي، في إيجابيات. المصنع لما يكون أتوقع تسألوا أي أحد يصنع، المصنع لما يكون جنبك مريح، لا مش مريح، تتابعي عملك بطريقة أدق يعني غير لما يكون المصنع بعيد وتقعدي على سامبلز وصور وكاردز للبانتنز، يعني قصة طويلة. صدقيني أنا أشوف الآن في يعني دعم للمرأة السعودية واضح جدا وقوي جدا، ودعم لكل المواهب اللي قاعدة تسوي حاجة فعلا محبوبة زي مثلا لولو عندها براند. Yes. يعني اكيد نبغاك تتكلمي عن هذا البراند. شوفي هذا البراند مجرد ما يبدا صوته يعلى شويه صدقيني اكيد هتلاقي الدعم. لا انا ما اتكلم ما اتكلم على الدعم، يمكن وصلت الفكره، اتكلم على عالم الصناعه عندنا الحمد لله قاعد صحيح. يبدا كعالم صناعه وموجود، بس كصناعه فاشن صعب شويه يعني. ان شاء الله بعدين بس ان شاء الله احنا على طريقنا. استنى شوي يا جماعه حبداها واستني علي نستناكي. ان شاء الله. يلا حكينا عن لولو براند بليز. لو فيكسن اسم البراند، اشتغلنا عليه سنة كاملة. فيكسن طبعا جات من شخصية أنثى الثعلب، هي اسمها فيكسن باللغة الإنجليزية. الصفات اللي يعني تتصف فيها كحيوان كثير، طبعا كل الحيوانات في لهم صفات معينة وعادة زي التايجر مثلا كارتيير ماخذينه، بعض البراندات دائما تاخذ اليمنتس من حيوانات معينة لأن شخصيتها ريليتس او تشرح الكاركتر من انثى الثعلب. ف ايش هو الكاركتريستكس يعني ايوه شيز وايلد يعني جامحه قويه ذكيه مكاره مش مكاره كثير على فكره بس الذكر مكاره اكثر سبحان أيوة. الله حتى في الحيوانات بس شاطره وام جدا قويه. لو تشوفوا كيف حياتها لما تبدا تبني يعني تربي اولادها كيف تكون مهتمه فيهم تجلس معاهم ما ترضى لهم يطلعوا لها يعني قصه طويله فحبيت كثير شخصيتها وكانت احنا عملنا زي الجروب ستدي نطلع شيء يشبه لولو الحسن بس ما يكون كمان لولو الحسن
أوكي. شيء يشرح الجانب الآخر من لول حسن اللي الناس ما تعرفه عنه. بصمة تميزك. أيوة. برافو. فطلعت البيكسن وطلعت لي شخصية تانية، فعشان كده بنينا البراند على الألتر إيجو. الألتر إيجو هو الشخصية الثانية لكل إنسان. نعم. لو تعرفي فيلم ملفيسنت حق أنجلينا. أوكي. هذا. لما عملوا مع أنجلينا مقابلة فقالت لهم ملفيسنت إز ماي ألتر إيجو، يعني هذه هي الشخصية الثانية لأنجلينا جولي. جميل. حلو. فهذا تشرح لك يمكن البراند. لولو يعني حابين حماسك، حابين انت كيف جالسه تتكلمين، حابين انه انت كمان اللي جالسه تصممين لنا، لانه فعليا ما في احد يفهم الاشياء البسيطه اللي تحتاجها المراه، الدقيقه عفوا اللي تحتاجها المراه الا مراه. يعطيك العافيه لولو. الله يعافيك. شكرا لكم اليوم. شكرا لوجودك معنا اليوم. اكيد. اهلا وسهلا. طبعا مستمرين معكم دائما ومواضيعكم دائما محل اهتمامنا، بس شاركونا على هاشتاج برنامج سيدتي. اكيد الكثير والكثير، لكن بعد الفاصل.